التي انخرطت فيها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان محليا ووطنيا وبشكل طوعي ومبدئي في إطار الشبكة الديمقراطية لمواكبة كوب 22، القمة المناخية المقرر عقدها شهر نوفمبر القادم بمراكش. ونظرا للأهمية التي أصبح يحظى بها موضوع البيئة في الوقت الذي لا يجادل فيه أحد بشأن الخطر الذي يتهدد كوكبنا، الشيء الذي يحملنا على الوقوف وبكل جدية على ما نعتبره أسئلة حقوقية مشروعة تستهدف بداية تحديد المسؤولية والكشف عن حجم المخاطر والأضرار والسعي بكل فعالية لإيجاد البدائل والحلول قبل فوات الأوان. لإضاءة هذه الأسئلة يشرفنا بالحضور كل من السادة الأساتذة المؤطرون، الأستاذ عمر الناجي في محور أهم المشاكل البيئية بالجهة الشرقية والرهانات الحقيقية للتغيرات المناخية، الأستاذ المختار بردوان موضوع صيرورة كوب 22، الأستاذ العربي الحافظي في محور الرأسمالية وتدمير البيئة، ثم الأستاذ عبد السلام أديب في محور بدائل شعوب الجنوب لإيقاف تدمير وحدة الإنسان والطبيعة. ونراهن على التفاعل مع هذه المداخلات باعتبار أن الموضوع حقوقي اقتصادي سياسي واجتماعي تتقاطع فيه كل الأبعاد التاريخية والإنسانية. ومنطقتنا سواء في بعدها الجهوي أو الإقليمي وحتى المحلي نجدها في صلب الخطر البيئي المحدق بمستقبل الإنسان والطبيعة. يكفي أن نستحضر نهب الرمال والزحف الإسمنتي على الشواطئ من بويفر إلى السعيدية وانتشار المقالع العشوائية ومطرح النفايات في جماعة ولاد ستوت، التلوث الجوي بسوناسي وولاد منصور، واستعمال العجلات المطاطية كطاقة محترقة في عدد من معامل الأجور مع عدم مراعاة المعايير القانونية والبيئية للمدخنات والمصافات الملائمة لحد من انبعاث الغازات والمجاري السامة في اتجاه نهر ملوية، رغم أن مصبه مصنف كمنطقة رطبة يلتزم فيها المغرب باتفاقيات دولية من أجل المحافظة والعناية بها في إطار المحميات، محميات رامسار. كما يجب التنبيه إلى ما يتهدد المنطقة من تصحر من جهة جرادة بوعرفة وفيقي، وتشكل مخلفات استغلال المناجم وبقاياه بكل من جرادة تويسيت ويكسان بوعرفة بنيتجيت وغيرها من آثار ومخاطر بيئية تتنصل الدولة من مسؤولياتها، خاصة وأن القانون يضمن لهذه المناطق الحق في إعادتها إلى حالتها الطبيعية التي كانت عليها قبل بداية الأشغال بعد الإغلاق. ولا شك أن هناك أضرار وتبعات بيئية كثيرة ومتنوعة لها تأثيرات سلبية، منها ما له علاقة بالماء الصالح للشرب، المغروسات الزراعية والفلاحية، تربية النواشي وغيرها. إذا كان الفرع المحلي للهيئة قد اختار عنوان جميعا من أجل مواجهة تدمير البيئة والتصدي لما يهدد وحدة الإنسان والطبيعة، فذلك وعي منه بالمسؤولية الملقاة على عاتق الجميع. نستحضر كل هذا في الوقت الذي يستعد فيه المنتظر الدولي
برمته لعقد القمة المناخية 22 في شهر نوفمبر من العام الجاري بمراكش، التي يفترض فيها أنها ستمضي في اتجاه إجراءات وتفعيل خلاصات وتوصيات قمة باريس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باسم إخواني وأخواتي في الهيئة المغربية للحقوق الإنسان بزايو، نبارك لكم هذا الشهر المبارك العظيم، نرحب بكم، نرحب بالسادة الأساتذة الأجلاء الذين تحملوا على السفر ليحضروا معنا في هذه الندوة المتعلقة بأسمى حق الإنسانية ألا وهو الحق في الحياة. هي مناسبة نتقدم فيها بالشكر لكل من ساهم في إنجاح هذا المحطة. تعلق الأمر بالسادة أعضاء المجلس البلدي، موظفي المجلس البلدي وأعوانهم، السادة في الشبيبة والرياضة، وكل المهتمين بالشأن البيئي في هذا المحطة. لا يفوتني أن أتقدم بالشكر لكل الإخوة الذين لبوا الدعوة، الجمعيات المهتمة بالبيئة، الجمعيات المهتمة بحقوق الإنسان، كل فصائل المجتمع المدني، المجتمع السياسي والمجتمع النقابي. ولا يفوتنا كذلك أن نرحب بكل الحضور الكريم. ستكون مناسبة للهيئة المغربية لحقوق الإنسان بزايو لطرح ملف الحق في الحياة من خلال ما يتهدد الإنسانية من تدمير البيئة، كذلك ستكون مناسبة تعترف فيها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان وهي دأبت على دعم الطفولة والتلاميذ ما يتعلق بتهيئهم لامتحانات البكالوريا. ساهم فيها عدد من الأساتذة، تكون الفرصة لأن تقدم إليهم بشواهد تقديرية اعتراف بهذه المساهمة. كذلك لا يفوتنا أن ننوه بطاقم الإداري لثانوي حسن بوسعيد الذي شرف مدينة زايو في مسابقة دولية حول البيئة، والذي احتلت فيها ثانوية زايو من خلالها زايو المرتبة الثالثة عالميا. نتقدم الشكر للسيد مدير الثانوية، للسيد المؤطر وللطاقم المتمثل في النادي البيئي والطاقم الذي أنجز هذا التقرير الذي أهال زايو أن تكون في هذا المسابقة. لا أطيل عليكم، سأتيح الفرصة للسادة الأساتذة الأجلاء مشكورين لنخوض في النقاش، ومساهمتكم إن شاء الله ستكون مفيدة ومحفزة، وكذلك ستكون انطلاقة كما جاء في الأرضية لتأسيس الشبكة الديمقراطية لمناهضة ما يهدد أرضنا وطبيعتنا والإنسان بصفة عامة. وشكرا. مواكبة كوب 22 التي ستنعقد في مدينة مراكش ما بين 7 نوفمبر و 18 نوفمبر. عندي مداخلة بسيطة جدا حول تصحيح بعض المفاهيم ونضعكم في الصورة أو السياق الذي جاء فيه تأسيس الشبكة الديمقراطية لمواكبة كوب 22. فبعض المفاهيم المغلوطة التي نستعملها، نقول تدمير الطبيعة، فالطبيعة لا تدمر، فالطبيعة هي مجموعة من المواد، من أصغر ذرة، من أصغر جزئية من الذرة إلى أكبر نجم في الكون، بجميع الأشياء التي تتألف منها هذه الطبيعة. فهناك العديد من الأشياء التي نتحدث عليها
مثل الاحتكاك، الحرارة، الضوء، الكهرباء، الجاذبية، الإشعاعات، النشطة، التفاعلات الكيميائية، الميتابوليزم، البتروكيماويات، الفوتوسانتيز. إذن واحد الأشياء عديدة متعددة تتألف من هذه الطبيعة وهي في تفاعل وهي لا تنتهي. ما نتحدث عنه هي البيئة أو البيئة الصالحة أو البيئة الحيوية التي يعيش فيها الإنسان والحيوان والنبات. هذه البيئة أو ما يمكن أن نسميه بالمحيط الحيوي للإنسان، لحياة الإنسان والحيوان والنبات، فهي تمتد إلى 60 كيلومتر في الفضاء من الأرض إلى الفضاء، ثم هناك 5 كيلومترات تحت عمق الأرض. فهذا هو الفضاء الحيوي للإنسان، وهذا هو الذي يعاني من التدمير الشديد والقوي الذي بلغ درجة الكارثة التي أصبحت تتهدد الإنسان والحيوان والنبات. فالعمر ديال الأرض حوالي 14 مليار ديال السنوات. فخلال منذ ظهور الإنسان حوالي 2 مليون ديال السنوات، فكانت الأرض دائما متفاعلة بشكل متوازن، لم تكن هناك خطورة إلا منذ 5 قرون. منذ 5 قرون بدأت الأرض تعرف تدبيرا منهجيا. من هو الذي يهدد هذه الأرض؟ بطبيعة الحال هو الإنسان الذي يعيش فيه، والطريقة التي يتعامل بها مع هذه البيئة الحيوية للإنسان. قبل 5 قرون كانت أنماط إنتاج، أشكال إنتاج ديال البشرية كانت متفاعلة مع البيئة الحيوية متكاملة، بحيث أن الإنسان كان يتكامل مع البيئة، لذلك نقول وحدة الإنسان والطبيعة. ولكن منذ 5 قرون وقعت ثورة إنتاجية، ثورة برجوازية رأسمالية حول على الأنظمة الإنتاجية السابقة وهو النظام الإقطاعي. فبدأ نمط إنتاج رأسمالي، وعرفت منذ 5 قرون قفزة نوعية على مستوى التكنولوجيات، على مستوى الصناعة. ظهرت ثورة صناعية كبيرة جدا في القرن 18 والقرن 19، تم اكتشاف البترول. البترول الذي تشكل خلال ملايين السنين بدأ يستخرج بكميات هائلة منذ القرن 19 إلى اليوم. وكل استخراج للبترول وللمواد والمحروقات تتبخر في السماء وتحدث تأثير على البيئة، على التربة وعلى الماء الأنهار وعلى المحيطات وعلى الفضاء. فالثورة الصناعية أدت إلى حاجية كبيرة إلى نمط إنتاج رأسمالي للمزيد من الإنتاج من أجل المزيد من الربح. فالنظام الرأسمالي بدأ يدمر شيئين، يدمر الإنسان عن طريق استغلال البشع للإنسان، وكذلك يدمر الطبيعة عن طريق استخراج ثرواتها بشكل قوي. فالنظام الرأسمالي ظهر في أوروبا، ولكن الحاجة ديالو نظرا للأزمات التي يتعرض إليها ونظرا للتعطش إلى الربح، بدأ يتوسع خارج أوروبا إلى أن هيمن على الكرة الأرضية بشكل عام، ونقل نمطه الإنتاجي على الصعيد العالمي. فجميع الدول الحالية هي دول رأسمالية، وتقوم على إنتاج الربح بشكل كبير جدا، وعلى استخراج المواد والمحروقات والبترول إلى آخره. فالسيارات هي منتشرة على الصعيد العالمي، وكلها تؤدي إلى انبعاثات غازية، المعامل تؤدي إلى انبعاثات غازية. فالمشكل الأساسي هو في نمط الإنتاج، وهو الذي أصبح يدمر البيئة. فمنذ بداية السبعينات وصل العلماء على المستوى العالمي بأن المرحلة الكارثية بدأت، ويجب إيقافها. وهناك بدأ التفكير عن أشكال مواجهة هذا التدمير البيئي. بطبيعة الحال ظهرت بعض الأحيان حركات إيكولوجية لمحاربة هذا التدمير المنهجي للبيئة، ولكن حتى الحركة الإيكولوجية تتكون من بشر، من إنسان، فيتعرضون للرشاوة، للاغتيالات، العديد من الأشياء. فالحركة الإيكولوجية عرفت مرة التقدم ثم عرفت تراجعات. حاليا منذ بداية التسعينات ظهرت هذا السيرورة من أجل إيقاف الانبعاثات الغازية التي فعلا أدت إلى ثقب أوزون كبير جدا، وأدت إلى تسرب إشعاعات خطيرة حرارية، أدت إلى انتشار السرطان، انتشار أمراض فتاكة على المستوى العالمي. حتى السمك وجد لأنه هناك أسماك كثيرة مرضى بالسرطان. إذا فهناك تدمير حقيقي للحياة،
لشروط الحياة على وجه الأرض. فهذا الكوب اللي وصلنا فيه إلى حدود 22 ليكون في هذه السنة في مراكش، فهو يناقش أشياء بشكل أدبي ويقترح، ولكن ليس لديه آليات لإرغام الدول والصناعات الكبرى لتقليص تلك الانبعاثات. فالكوب هي عبارة عن توجه نحو وسيلة وغاية. يمكن نقول أن الكوب هي وسيلة وغاية. وسيلة أولا تؤدي إلى تغليظ الرأي العام وتغليظ الطبقة العاملة وجميع الجماهير الشعبية التي لا يد لها في هذا التدمير، لأن الرأسمال هو الذي يؤدي إلى التدمير. تغليظه بأن نظام الرأسمال العالمي وأن الشركات الكبرى تساهم في تقليص الانبعاثات وفي تقليص التلوث على الصعيد العالمي في توقف الأشياء. الجانب الثاني وهي الغاية، وهي خلق اقتصاد إلى جانب هذا التدمير، خلق اقتصاد أخضر يسمونه الاقتصاد الأخضر. فتقترح عدد من المشاريع مثلا لمحاربة التلوث، لمحاربة الانبعاثات، وتصرف فيها الملايير الكبرى وتؤدي إلى أرباح كبرى لرؤوس الأموال الكبيرة. الجماهير الشعبية هي الوحيدة التي يمكنها أن تضغط بشكل كبير جدا على الدول أصحاب القرارات وعلى الشركات الكبرى لإيقاف تدميرها الكبير للبيئة. ففي هذا السياق في المغرب وفي عدد من الدول هناك حركات إيكولوجية، ولكن مع الأسف أن هذه الحركات كلها لا تنظر إلا للفعل تدمير بحد ذاته، فهي تنظر لأن هناك تدمير للبيئة ربما قضاء وقدر، ربما أشياء حدثت، وتقترح أشياء لمعاقبة الذين الملوثون للبيئة. إذن فهي تنظر إلى الفعل فقط، فعل تدمير. بالنسبة لجماعة أخرى إيكولوجيا ومن جملتها إحنا في المغرب اللي بغينا نخلقوا واحد دينامية نضالية مباشرة لمواجهة الفعل ومواجهة الفاعل ومواجهة المفعول به. فالفعل هو التدمير، الفاعل هو الرأسمال ونمط الإنتاج الرأسمالي، والمفعول به هي الجماهير الشعبية، هي الطبقة العاملة هم الفلاحين الفقراء الذين يتعرضون لتأثيرات خطيرة. يعني الآن السرطان منتشر في جميع المناطق في المغرب، هنا ربما جميع الأسر تعاني من فرد أو فردين مرضى بالسرطان. إذا فهذه الخطورة هي كبيرة جدا، وخاصة الجماهير الشعبية والطبقة العاملة والجموع توصل لها واحد الوعي بيئي جديد من أجل الضغط معنويا سياسيا على اصحاب القرارات لتخفيض هذه التسريبات، لتوقيف هذه التلوثات، او الانتقال الى انماط انتاج اخرى افضل للانسانيه. فالارض لكي الدراسات كتكون ما بين 0.3 و 0.6 منذ نهايه القرن 19، وخاصه من خلال 40 سنه الفارقه دونك تسجل واحد الارتفاع ما بين 0.3 درجه على المستوى السطح الكره الارضيه. وسنة 1995 عرفت معدل الحرارة ارتفاع ب 0.4 بالنسبة للمعدل المسجل خلال الفترة من 61 إلى 1990. أساتذة واللي عندها أهمية اللي كاينة الدراسات اللي كاينة طن من الكربون سنويا، واللي كتنتجها هاد ستة ديال الغازات اللي معروفة اللي هي السي أو 2 إن أش 4 وإن 2 أو سي إف سي وبي إف سي والإس إف إس إف سي. دونك هادو ستة ديال الغازات اللي كنبغيو البروتوكول دو كيوتو، وحدهم هما الغازات الدافئة اللي كتسبب في هاد الغازات، إضافة البخار ديال الماء مقتربة بيغدو، ومن بين الغازات المسؤولة على 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 الاحتباس الحراري. ولكن كما كتعرفوا الغاز بيغدو كيعيش واحد المدة ضئيلة في الأتموسفير وكيتحول الأمطار، وبالتالي ما كيبقاش عنده يعني سبب مباشر في الاحتباس الحراري، خلافا للغازات الاخرى السته اللي كتبقى مده طويله في الغلاف الجوي. مساله اخرى اساسيه هو ان ايقاف الانبعاث ديال الغازات الدافئه اليوم، يعني لو وقفنا اليوم وجميع الدول توقف الانبعاثات الغازيه ديالها، هذا لن يؤدي الى وقف ارتفاع الحراره. لماذا؟ على سطح الارض طبعا، لان يلزم مده طويله باش الانخفاض ديال الحراره نبداو نحسو به.
لان مجموعه من الغازات عندها واحد المده طويله باش تكون قارب. الى خدينا مثلا الميثان عنده 12 سنه، الى خدينا الكربون عنده تقريبا قرن، الى خدينا البروتوكسيد الاوزوتي 120 سنه، وبخار الماء عنده فقط بضعه ايام كما قلت. الى خدينا دابا الغازات كنحافظوا فقط على المستوى ديال الغازات، ماشي كنقصوا يعني من الحراره على السحاب. اذا خدينا المغرب، المغرب طبعا التغيرات المناخيه باختصار، المغرب طبعا وقع اتفاقيه الاطار للامم المتحده في 92 وصادق عليها في 95، صادق كذلك على البروتوكول ديال كيوتو في 15 يناير 2002، واسس السلطه الوطنيه لاتفاقيه الاطار في 2002 اللي هي وزاره البيئه والمكلفه بهذه المراقبه. ونظم كما كتعرفوا الكوبسات، وسينظم الكوب في مراكش، وقدموا تقريرين وطنيين 2001 و2009، وانجز كذلك الجر الوطني لانبعاث وامتصاص الغازات في 1995، وهذا طبعا عمل اللي عملته وزاره البيئه بالتنسيق مع مجموعه من الوزاره. اذا جات الانبعاثات على المستوى الوطني، دونك صافي الانبعاثات بالطن ايكيفالون سي او 2 هو كان في 1994 تقريبا 47 طن ايكيفالون سي او 2 94، 2010 انتقل 75 1455 يعني طن ايكيفالون سي او 2، وفي 2020 غادي يوصل حسب ليزيستيماسيون ل 111096 طن مقابل السو. كاين كذلك تركز تساقط الامطار في فتره قصيره من الشتاء، الشتاء كيولي الامطار كتولي تسقط في واحد الفتره قصيره من الشتاء، وهذا طبعا كيأثر على الفلاحه. وكاين كذلك نقص مده استمرار الثلوج وصعود هذاك الخط ديال زيرو اللي كيكون في الثلوج اللي كيبدا من فوق الثلوج، دونك بدا كيتصاعد دابا مثلا الا كان في 2000 متر كيولي دابا 2500 متر. إذا الآثار الأساسية ديال التغيرات المناخية في أفق 2020 هي على الفلاحة تظهر مثل هذا الأمر. طبعا الكلفة الاجتماعية للمغرب والجهة الشرقية ستكون كبيرة جدا نظرا للفقر، لأن طبعا جهة فقيرة وضعف الاقتصاد والكلفة الباهظة للتأقلم والتكيف، لأن التغيرات كاملة باش تأقلم معها والتكيف معها، دونك خص إمكانيات اقتصادية مهمة يعني المغرب والجهة الشرقية لا يتوفران عليها. دونك هنا غير واحد ليكار ديال ديك ليتيك اللي داروا داك لو بانيل ديال لي بروفيسيونيل ديال الشونجمون كليماتيك، دونك كيوضحوا في القرن ديال ما بين 1901 وحتى سنة 2000، دونك كاين اوغمونتاسيون كيما قلت ديال الحرارة ما بين 0.6 حتى 1 درجة بالنسبة للمغرب. وفيما يخص التساقطات خلال هذه السنه كذلك ما بين 1901 و2000، دونك كاين واحد النقص في التساقطات، واحد ديمينيسيون ما بين 10 حتى 100 ملم فيما يخص المدن ديال الى خدنا مثلا المدن الحسيمه والناظور والبركان، دونك كاين هذا النقص. وكاين 50 ملم ميكانيزم مهم من اللي شهر البروتوكول كيوتو، الغرض المعلن منه هو مساعده الاطراف غير المدرجه في المرفق الاول على تحقيق التنميه المستدامه. يمكن نقولوا المرفق الاول يعني الدول غير متقدمة غير النامية، دونك مساعدتها على تحقيق التنمية المستدامة والإسهام في الهدف النهائي للاتفاقية، ومساعدة الأطراف المدرجة في المرفق الأول يعني الدول الصناعية الملوثة على الامتثال التزاماتها بالتحديد وخفض الانبعاث بإعادة كمية وفقا للمادة 3 طبعا البروتوكول، دونك في إطار آلية التنمية النظيفة، دونك تستفيد الأطراف غير المدرجة في المرفق الأول يعني الدول غير النامية من أنشطة المشاريع التي ينتج عنها تخفيضات معتمدة الانبعاثات في الأطراف المدرجة. وهذه غادي نشرحها من بعد هذه القضية كيفاش تبدأ. وكاين كذلك الإجراء الثالث هو إحداث صندوق التنمية النظيفة كآلية لتمويل هذا المشروع، دونك تخلق واحد الفرون باش ليزانفيتيسمون كاملين يديروا اللي هو الفرون دو ديفلوبمون بروب لتخلق من أجل تمويل هذه المشاريع. دونك هنا درت غير واحد الشيما اللي كتشرح كيفاش كيدير هذا البرانسيب دي ام دي بي، هذا لي ميكانيزم ديفلوبمون بروب، دونك هذاك الكارو الاحمر اللي كتشوف هو الزياده، دونك كيقترح على دوله في طريق النمو باش يدير مشروع مثلا يعني مشروع عده مشاريع في هذا المجال ممكن يقترحها، مثلا ديال ايوليان ولا ديال سولير ولا مشروع يدخل في مثلا في الطاقات النظيفه. دونك طبعا
طبعاً اللي ممكن يديروا هذه المشاريع هما لي زوبيراتور ايكونوميك و لي انستيتيسيون فينونسيي فيما يخص الدول الصناعيه، دونك جميع الاطراف الاقتصاديه والمؤسسات الماليه. وبالنسبه للدول المستقبله لهذه المشاريع، دونك تقدر تكون دول وتقدر تكون كذلك شركات ولا لي زوبيراتور ايكونوميك. دونك لي زيميسيون ايفيتي فهاد البروجي 525 كيلو طون اللي كيبانو السي او 2 وممتد على 25 سنه. المشروع الثاني هو المحطة الترموسولار ديال عين بنطر، كذلك استفدت من هذه الاستثمارات في هذا المجال. البروموتور طبعا هو الوينو، وليزيميسيون ايفيتي هما 993 كيلو طن كيفالونس سي او 2. المشروع الثالث هو اللي كيخص مدينة زايو هنايا، هو دار زايو مدينة زايو، دونك هو لو ريامينجمون دو لاتولي دو كريستاليزاسيون ولا برودكسيون دو سكر ديال السكرافور، دونك معمل ديال السكر. وطبعا غادي 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 يتم ربح من خلاله واحد 17 كيلو طن اكيبان السي او 2 لكل سنه. ندوزو فيما يخص يعني باختصار فيما يخص الجهه الشرقيه والتاثير ديالها بالقضيه ديال التغيرات المناخيه. يعني هناك دراسه مهمه، اعتبرها دراسه مهمه اللي كانت دارت درتها اللي كتسمى ادابتاسيون شجون كليماتيك وما وقع بروجي اكما، اللي كندرس جانب وكانوا فيه اربعة المناطق بيلوت اللي هي الجامعة ديال بودينار، الجامعة ديال بني شكر، والناظور، والسيت ديال السعيدية راس الماء. وكانت دراسة بحقيقة مهمة، هي أول دراسة اللي شفتها كتخصص في هذا المجال ديال التغيرات المناخية على جزء من الجهة الشرقية اللي هو الساحل، واللي هو اللي غادي يكون اعتقد عنده تاثير يعني تاثير مباشر في القضيه ديال التاثرات المناخيه. دونك اهم الخلاصات ديال هذه الدراسه، دونك لي بارتنر اللي داروا هذه الدراسه معروف لهم بارتنر، دونك مجموعه من في المان، كذلك واحد الانستيتيو في المان دونك داروا هذه الدراسه. دونك اهم الخلاصات اللي بغيت نشاركها معكم هنا هو فيما يخص الساحل ديال الناظور. دونك الى خدينا بعين الاعتبار هذاك الارتفاع ديال الحراره اللي ما بين 0.6 حتى 1.1 درجه، دونك هما داروا طبعا دي موديليزاسيون ديال هاد الاخر وخرجوا. فيما يخص الساحل ديال الناظور والساحل كذلك ديال السعيديه، غادي يكون تاثير الى كانت الاليفاسيون ديال النيفو دو مير دو ان متر، وكيحدد المناطق اكثر غلظه من اللي كتشوفها بهذا الخط الاحمر. دونك الى خدينا مثلا اون ديتاي لو سيت ديال مرسى بن مهدي والسعوديه، يعني لو سيت ديال السعوديه، دونك المناطق اللي غادي يشملها هذا الغمر المائي ولا كيفاش تقولوا، يعني الى 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 ارتفاعات الحراره. طبعا هدف الهوريزون ديال 2100 دونك المراحل المنطقه كامله ديال السعوديه كما كتشوفوا دابا، دونك اللي فيها المشروع طبعا كبير المحطه السياحيه ديال فريسه، وغتكون كامل مشمولة بدل على أن المشاريع السياحية اللي تم إنجازها في هذه المناطق يعني لم تعير يعني الاهتمام اللازم، ولا تأخذ بعين الاعتبار هذا العامل ديال التغيرات المناخية. المشروع كامل ديال الفريسة واجد في المناطق اللي معرضة لهذه القضية ديال الغمر المائي. دونك إذا خدينا لامارشيتا دونك البحيرة ديال الناظور، دونك كاين لي زون ريسك راه هما هذوك، يعني كاين المنطقة ديال الأركمان، كاين المنطقة طبعا ديال الناظور، وكاين الشريط ديال البوقانة كامل ما بين اليسار والناظور، وكاين طبعا مدينة الناظور على مستوى اللي كيعرفوا الإخوان على مستوى الحي ديال المطار والحي ديال شعالة. وطبعا هاد المناطق يعني كاينين كوانسيدونس معرفتش كيفاش نقول لك كوانسيدونس، ولكن كوانسيدونس يعني بارفيت هذوك البروجي كانوا من دوك المشاريع في هذه المنطقة. جميع المشاريع اللي بروغرامي لي ست ستاسيون تورستيك اللي كاين في البروجي المشاريع، دونك جايين فعلا في هذيك المنطقة ديال الأركمان، وفي هذيك المنطقة ديال الناظور، وفي هذيك المنطقة ديال اليسار، أبار لو بروجي أطالا اللي هو دابا إلى أنكور. واحد الخطوة جيدة وهي معروفة بطائر قنار لو كوليبري. هذا الطائر عنده واحد الحكايه زوينه، وهو انه احترقت الغابه واحد النهار، احترقت واحد الغابه كبيره، وهذاك الطائر ديال الطنار تيدير واحد المهمه صغيره، انه تيمشي بعيد ويجيب واحد القطيره ديال الماء وتيجي يطفي الحريق في الغابه.
وتيقوم بهذه المهمه لعده مرات. واحد شويه جا عند واحد الطائره اخر تيقول لي واش بهذه الطريقه انت غادي دير شي حاجه في الحركه ديال هذا؟ قال لي اقوم بدوري. اذا امام هذا الهول اللي تتعرفوا اليوم التدمير ديال البيئه واللي غادي نكون ندوي ليه واحد شويه ديال التعريف اليوم، كل واحد فينا غادي يقوم بالدور ديالو. علاش؟ بخصوص ان النقاش حول البيئه اليوم في المغرب واحد النقاش اللي جديد بعد، ماشي قديم، ماشي في هذه المنطقه اللي حنا فيها ولا المدينه اللي حنا فيها، بل على المستوى الوطني هو واحد النقاش اللي جديد بزاف. اذا كلنا غادي نعتبر راسنا مطابقين في هذه العمليه، وهذا هو بالضبط الشبكه في الديمقراطيه مواكبه القمه 22 غتحاول ديروا الان. هذا الجانب الاول. الجانب الثاني، حنا نتلاقاو معكم في اطار واحد السلسله ديال اللقاءات اللي غتنظمها الشبكه على المستوى الوطني تقريبا واحد لحد ما يزيد على 30 مدينه في المغرب، وهذا العدد مفتوح، وحنا الامل ديالنا اننا نغطيو كافه الصور الوطنيه باش نشوفوا كافه المدن. علاش؟ جوج ديال الاسباب. السبب الرئيسي الاول، كاين اليوم واحد النقاش بالمناسبه ديال هذه القمه 22 يشوه النقاش البيئي، يشوهه من حيث المضمون ومن حيث الاهداف. واحد النقاش اللي نعتبروه رسمي واللي تيعتبر لي اولا فضفاض وعام، وما تيعطيش للمواطنين والمواطنات واحد الفكره على فعلا اشنا هي المشاكل البيئيه وشكون اللي مسؤول عليها وشنا هي البدائل الممكنه. ومن قبل الى لاحظتوا راه كاين واحد النقاش ايضا لا يخلو من التفكير، لانه نقاش تافه، تيحاول يخلص البيئه فان نجمعوا الميكات وشويه حشاكم الزبده في الطريق ونقدروا شويه الشواطئ وداك الشيء، تيسميو هذا الشيء واحد النقاش على البيئه. بينما البيئه في التعريف ديالها طبعا، البيئه هي تلك العلاقات اللي تجمع الكائنات الحيه والمحيطه ديالها. كل ما تاثرت هذه العلاقات تتاثر واحد التوازن اللي هو التدار عبر ملايين السنين، واحد التوازن طبيعي اللي تصاوب خلال ملايين السنين. وهذه التغيرات البيئيه تيمكن باش نميزو على التغيرات المناخيه، تتاثر على المناخ اللي هو طبعا تلك التحولات اللي ممكن توقع في التساقطات في الحراره الى غير ذلك، وهي مرتبطه بشكل وثيق بالتغيرات البيئيه. دونك مزيان ديروا هاد شويه ديال التعريف الاولي لشنو هي البيئه وشنو هو المناخ، والان نشوف واشنو هي التحولات البيئيه اليوم اللي تتوقع على المستوى العالمي. المهم التحولات اللي تتوقع ممكن نميزو فيها جوج مراحل اساسيه. تحولات لان ملي كاين الانسان وفي ارتباطه مع الطبيعه طبعا كيحدث واحد العدد ديال التحولات، ولكن هذه التحولات ممكن نميزو فيها جوج ديال المستويات كبيره. المستوى الاول هو واحد التحولات بسيطه، شي واحد في شي منطقه معينه في العالم يمكن يقطع الشجره، يدير شي مشكل شويه في التربه الى غير ذلك، ولكن ما عندهاش هاد الشيء اللي يمكن يحدثو الانسان. كانت عنده اولا الميزه الرئيسيه الاولى هو انه عنده بعد محلي، ما عندوش بعد كبير وقابل للاصلاح. اشنو هي قابل للاصلاح؟ نقطعوا هذا تقدر الشجره تقدر تكون شجره اخرى الى غير ذلك. ولكن التحول الرئيسي الكبير اللي بان واللي اثر على البيئه هو نقدروا نعتبروه بالبدايه ديال القرن 12. البدايه ديال القرن 12 تميزت اساسا بالظهور ديال واحد النمط اجتماعي تيتسمى راسماليه. وملي بدات الراسماليه وقع التغيير. وهنا مزيان نوقفوا. الراسماليه المقصود بها هو واحد النظام اجتماعي اللي كل العمليات اللي تيقوم بها الانتاجيه ترتبط بشكل اساسي بالريف، ماشي بالقلبيه ديال الحاجيات ديال الانسان، لا بالريف. الى نتجنا المواد، الى نتجنا السلاح، كاين واحد الخلفيه اللي تتحكم هذه العمليه اللي هو الريف. والاخطر من ذلك هو ان هذا الريف لا حدود له، لانه تخضع لما يسمى بنظام المراكمه. انا اليوم نتجت وربحت، اذا
الدوره ما انتهتش خصني نراكم باش نعاود نبدا دوره اخرى باش نعاود نربح وهكذا. ومادام هذا المسلسل ديال المراكمه لا ينتهي بخصوص انه تياخذ واحد الشكل اللي هو النقود والتخزين ديالها في الابناك ممكن، اذا عمليه المراكمه هي واحد العمليه ديال النقود عمليه مستمره والبحث عن الارباح واحد العمليه مستمره. اذا هذا الشيء تيفتح واحد الباب واسع للاستنزاف ديال الثروات الطبيعيه. ولهذا الشيء ولهذا السبب بالضبط تنتكلموا في النظام هذا النظام اللي تنتكلموا عليه نمط الانتاج الراسمالي. كل واحد منا يقدر يتساءل يطرح واحد السؤال، هل يمكن في منازلنا الاستغناء عن الكثير من الاشياء؟ واش ممكن نستغنى ولا ما نستغناش؟ انا طبعا اعتقد انه بامكاننا نستغنى على الكثير من الاشياء في المنازل ديالنا. تصوروا معايا لو ان كل واحد فينا ما يكلف والو استغنى على سروال واحد من السراول ديالو، ممكن العامله تنتهي، ولكن اشوفها على المستوى العالمي نشوف شحال تعطينا ديال السراويل اللي ممكن نستغناو عليها. معناها اذا كاين العالم اليوم تيضم حوالي 7 مليار ممكن نستغناو على 7 مليار سراويل بدون مشكل، و 7 مليار قادمين الى غيره. وحتى نقول هذه الكميه الهائله اللي ممكن نستغناو عليها شحال تتكلفنا على مستوى الانتاج؟ شحال الطاقه اللي تتستهلك باش ننتجوها؟ شحال ديال الثروات الطبيعيه تتستنزف في الارض باش ننتجوها؟ وقيس على ذلك في اللحوم اللي تستهلكوها الى غير ذلك. اذا هذا نمط الانتاج الراسمالي، اذا بالاضافه لكون واحد نمط انتاج انتاجوي ينتج من اجل الربح يستهلك بشكل اعمى ايضا، وهذا الاستهلاك بشكل اعمى ينتج عنه طبعا هذا الاستهلاك بالاجهر يؤدي الى واحد الاستنزاف للمواد الطبيعيه بشكل كبير. ايضا كاين ماشي غير المشكل ديال الانتاج والاستهلاك، كاين ايضا حتى الطرق ديال التوزيع. وإلا بقى عندنا شويه الوقت نقدروا نزيدوا نعمقوا فيها النقاش. بحال مثلا تصوروا اليوم تنفطروا وحنا تنفطروا بشي مواد ديال ماشي ديال هذه المنطقه ديال الجزائر، المستورد هذا ما عرفناش المنطقه من العالم. هذا الشيء شنو تيكلف عمليا؟ اولا لانه كما شرح رفيق عبد السلام في البدايه راه كاينه واحد خلال واحد الصيروره تاريخيه ممتده على عشرات القرون تشكلت واحد العلاقه بين المكونات اللي موجوده في الطبيعه، علاقه اساسيه فيها التوازن. ولكن حنا حتى مثلا ناخذوا لي طومات اللي جايين من 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 البرازيل، اولا فيها واحد الاستنزاف ديال الثروه الطبيعيه لان كاين النقل وكاين البترول اللي تيستهلك وكاين الاكتظاظ اللي تيدار وكاين الانبعاثات الغازيه اللي تدار، وثانيا غير صحيه اكثر من ذلك انها غير صحيه. اذا هذه الطريقه ديال التوزيع لا عقلاني واللي محكوم دائما بالربح مهمه في هذا النظام اللي هو النظام الراسمالي واللي مؤثره بشكل كبير على الانسان وعلى المحيط ديالو. اتذكر واحد الكتاب سميتو ليكستراكتيفيزم اللي سبق لي شرحه، زعما واحد الاستخراج كثيف للثروات الطبيعيه فيه تجارب على المستوى العالمي، ومن بينها واحد شتا واحد التجربه زوينه سميتها في شي بلد من بلدان افريقيا سميتها اكليكو لنا سيتي ديالنا، تريد الفرنسيه ليسونو نوتخ سيتي. علاش هذيك سيتي؟ هي واحد الذبابه اللي معروفه عندنا بكونها قاتله الى غير ذلك، والدول الاستعماريه جات واستعملت الالاف ديال الاطنان للقضاء عليها لانها جات واحد القطيع جديد من اجل التسويق ديالو من اجل اللحوم الى غير ذلك، ومن اجل باش يستمر هذاك القطيع اللي هو جاته وتربيه بواحد الشكل حسب الفلاحه العصريه الى غير ذلك خصها تقضي على التيتي. والغريب ان التيتي ما تتمشيش لذاك القطيع المتوحش،
اللي هو متوحش الشخص اللي ما خدش الدوميستيك واش زعما تطبع وداكشي الى غيره. وهذا الشيء اللي شاديه كما نعاود نرجع مره اخرى، هذه هي العلاقه اللي تبنات خلال واحد العدد عده قرون ولا ما قلناش سنين الاف السنين، واحد الوسط بيئي معين انك تخلقات واحد العلاقه بين مختلف المكونات ديال هذا الوسط. وكلما اثرنا على هذه العلاقه كلما وقع مشكل بيئي اللي يمكن اثر علينا وعلى الكائنات اللي موجوده معنا. باختصار شديد نعتقد بخصوص الشبكه الديمقراطيه لمواكبه القمه 22 ان كاين واحد المسؤول رئيسي على هذه الكوارث البيئيه اللي تتحدث اليوم في العالم، هو النظام الراسمالي باختصار وبوضوح وبشفافيه. هذا النمط لا يهمه سوى الارباح، مراكمه الارباح، ومن اجل هذه الارباح يستنزف بلا حدود الثروات الطبيعيه. وكما قال شي واحد ديال المفكرين ديال الحركه العماليه قال ان راس مال لا حدود له الا حدود التي يفرضها الوجود ديال المواد الطبيعيه والاستنزاف ديال القوى العامله. ما عندوش حدود، طالما انه تلقى الثروه يستنزفها ويلقى اليد العامله يستنزفها فهو لا حدود له. طبعا هذه الطريقه الوحشيه والمتوحشه في التعامل مع الطبيعه عندها انعكاسات كبيره، على راسها التدمير ديال الغابات. التدمير ديال الغابات من 1700 حتى لدابا دمر ما لا يقل على ربع ديال الغابات، مليون متر متر تدمرت اليوم على المستوى العالمي. ونعطي مثال وكيفاش يتم هذا التدمير، بحال مثلا في 1957 الشركه المعروفه شال اكتشفت البترول في الغابه ديال الامازون، وباش دير هذه العمليه ديال الاستغلال فرغت ما يزيد على مليون لتر من المواد الكيميائيه. وهذا التفريغ هذا عنده نتائج كارثيه، اولا على القضاء على الغابه، ثانيا القضاء على 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 الكائنات اللي موجوده الحيه الى غير ذلك. والغابات عندها واحد الاهميه كبيره بالنسبه لحياتنا، كلكم تتعرفوا ان الغابات مهمه اول حاجه في الاكسجين اليوم الاجيال القادمه. وما غاديش يوقف هذا الشيء طبعا في هذه المنطقه من العالم، بل الى موقف هذا الخطر المدمر يمكن يوصل لاي منطقه في العالم. إذن الخطر الثاني هو هذه ديال الأوزون. الخطر الثالث في هذه التحولات البيئيه هو انتشار الفلاحه الاحاديه والتغذيه الكيميائيه مع تسميم التروك لويت المياه. المقصود بهذه العمليه تلاحظوا ان الجشع الراسمالي والبحث المتزايد على الملح حول الفلاحات المعاشية اللي كانت سائدة عبر قرون طويلة، واحد الفلاحة اللي تبنات عبر واحد الصيرورة ديال التطور ديال الإنسان مع الوسط ديالو. هذه الفلاحة اليوم وضعت لها رأسمالية حد تقريبا، ولينا تتكلموا على الفلاحات التصديرية بحال دابا لاحظتوا في المغرب كيصدر البواكي بشكل كثيف. هذا التصدير الكثيف لهذه الفلاحات اولا تشدوا لسلوك الزريعه، حتى الزريعه يصدر زعما تتكيف مع مناطق معينه. الى شدينا زيون نقدروا نلقاو الى شي نباتات مثلا طبيعيه هنا في زيون، ماشي بالضروره تكون لنا في امريكا اللاتينيه ولا شي منطقه في العالم، لانها تكيفات مع الشروط ديال الحياه ديال هذه المنطقه، وكل مناطق عندها خصوصيات ديالها. هذه الفلاحات الأحادية أو الزراعة الأحادية والكيميائية في نفس الوقت عندها جوج ديال المخاطر كبيرة. الخطر الأول هو التفقير ديال التربة اللي عندها مشوية مع الفلاحة. تتعرفوا الدورات التي في الفلاحة التقليدية كاين ما يسمى بالتدوير، التدوير ديال 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 المزروعات. مثلا الفلاح يزرع الفول هنا ولكن
التلاوم العام الجاي ما خصوش عاوتاني يزرع الفول في هذا البلاصه، خصو يزرعوه هنا يزرع فيه القمح وداك الشيء. علاش؟ لان النباتات تستمتص من التربه واحد المواد معينه، وفي نفس الوقت تقدر ما تمتص مواد اخرى اللي تمتصها نباتات اخرى وهكذا. اذا بالنسبه لهذه الزراعات الاحاديه الموجهه للتصدير واللي خلفها ريح ثم ريح ثم ريح فقط، اولا تتقضي على كما قلنا على الزراعات المعاشيه ياك واحد، ثانيا تتدي لواحد التفقير خطير ديال التربه، تدي لواحد التفقير خطير ديال التربه، لانه الى حطنا مثلا مطيشه في هذه البلاصه اذا تيتم الامتصاص ديال المواد اللي محتاجها المطيشه، بينما تتلقى واحد العدد ديال المواد اللي ما محتاجها المطيشه تما، ولكن سنه بعد سنه تستنفد هذه المواد اللي تبقى المطيشه، وباش تبقى اذا وباش يكون الانتاج كبير اذا هما تيلجؤوا للمواد الكيميائيه والازوتيه من اجل باش تعطينا واحد الانتاج وفي وكبير الى غير ذلك. اذا تيتم التسميم ديال التربه بالمواد الكيميائيه باش نحافظوا على هذه العمليه، وفي نفس الوقت وهذا هو الاهم اننا ننتج ما لا نستهلك ونستهلك ما لا ننتج. تصوروا في الستينات المغرب كاين بلد فلاحي ما تيستورش القمح بالشكل اللي تيستوردوا اليوم، ولكن اليوم المغرب يعتمد بشكل كبير على استيراد القمح، ولكن في المقابل تيصدر الطوبار، تيصدر الدلاع، تيصدر ما عرفتش وكاع تيصدر والبلدان بعيده، وهذا تيدخل في هذاك الشيء اللي قلنا في الاول، باش نصدروا البلدان بعيده تيخص يتدخل الشحن وبالتالي استنزاف ديال البترول وبالتالي التلويث ديال الطبيعه، وتدخل في هذه الدوامه اللي تزيد تكرس المشاكل البيئيه سواء على المستوى المنطقه اللي كنعيشوا فيها ولا على المستوى العالمي. وطبعا هذه المواد الكيميائيه اللي ما تمتص فيها تيبقى في التربه وتلوث المياه اللي حنا تنستعملوها، وطبعا تؤثر على الصحه ديالنا وتسبب واحد العدد ديال الامراض للانسان والكائنات الحيه بشكل عام. التسميم ديال التربه كنقطه رابعه، التسميم ديال التربه لعلمكم مع الثوره الصناعيه الثانيه اللي بدات مع اكتشاف البترول ومع ظهور صناعات البترول الكيماوي، الانسان او راس ماليه باش ما حيت قلنا الانسان كل شيء ندخلو حتى حنا راسنا معاه، حنا ما مسؤولينش على داك الشيء. اذا راس ماليه تصوروا اكتشفت او لا خلقت اكثر من 100,000 جزيئه لم تكن موجوده في الاصل في الطبيعه، 100,000 جزيئه لم تكن موجوده اصلا في الطبيعه، وفي اغلبها اما غير قابله للتفكيك بشكل عادي او لا تتفكك بصعوبه كبيره وفي مدة زمنيه طويله، وهذا الشيء فين تمشي تيبقى عندنا يخزن في الارض وفي الهواء الى غير ذلك، وطبعا الانعكاسات ديالو على الصحه ديالنا راه باينه وش اللي راه في البدايه. كاين ايضا القضاء على واحد الانواع كثيره من الكائنات الحيه البريه والبحريه، وإلا تلاحظوا واحد العدد ديال الطيور القاردات الكائنات بخصوص المجهريه اللي ما تنشوفوهاش ولكن كاينه في التربه عندها ادوار كبيره بسبب الاستعمالات الكثيفه ديال الاسمده الى غير ذلك ومشات الى غير ذلك. النقطه الاخيره اللي بغيت نسول بها في هذه النتائج هو الانبعاثات الغازيه المسببه في الاحتباس الحراري. تتعرفوا ان هذه النقطة مهمة بالنسبة لي بزاف لأنها تجعل حياتنا في خطر ببساطة كبيرة، حيث تنتكلموا على الاحتباس الحراري، تنتكلموا طبعا إلى تذكرتوا القيمة بتتناقش اليوم على القيمة اللي هضرنا عليها دابا اللي هضر عليها رفيق بعد قليل، تتكلموا على باش يحافظوا أن حرارة الأرض ما تجاوزش 2.4 مقارنة مع ما كان عليه الأمر قبل الثورة الصناعية، وإلا تجاوزت مخاطر، ولكن واقع الحال ولأنه ما كايناش التزامات حقيقية من هنا من نهاية القرن هناك احتمال أنه ترتفع درجة الحرارة 4 درجات على مستوى الكوكب، وإذا ولا الأمر فعلا زعما فعلا مشى وفق هذا السيناريو حتى شي حد بدا يتنبأ من العلماء ماذا سيكون مصير الأرض. دابا تيوضعوا السيناريوهات، إلا زدتوا 2.4
راه غادي ترفع شي واحد البحر وكاين امكانيه ديال الاغراق ديال واحد العدد ديال الشواطئ والمدن والجزر الى اخره. ولكن الا ترفعت ربعه ديال الدرجات ترفع بقى دوك السيناريوهات اللي تيديروا ما قدروش يقولوا اشنو غيطق واش الفناء ديال امويش الخلاء ما تخافوش بزاف. ولكن هذا واقع انه ما عرفش شنو غادي يوقع. لهذا فاليوم النضال البيئي هو نضال من اجل بقائنا كبشر، من اجل بقاء الكائن الانساني على هذا الكوكب. نضال بيئي، نضال من اجل واحد البيئه سليمه، من اجل الحفاظ على هذه البيئه ديالنا وعلى الوسط اللي تنعيشوا فيه. هو فعلا واحد النضال ضد الراسماليه. باش زعما نكونوا نخرجوا ليها بوض واضحين وصراحه، انا في تقديري كاين واحد المجرم هو اللي كيدير هذه المصائب. ما يمكنش يديروا نفس الوحده ويقول لنا راه كاينه مشاكل بيئه واش نحلوا المشاكل. لا خصنا نوضعوا المسؤوليه على واحد النظام اجتماعي. او مثلا دابا في هذه القمم المرتبطه بالمناخ هما عارفين كاين الخطر والعلماء تيقولوا كاين الخطر، ولكن ما كايناش اتزانات، ما بغاوش يلتزموا. علاش؟ لان كاين الهاجس ديالي والربح تيعميه من اجل انه يدمر الانسان والبيئه والكره الارضيه باكملها. اذا كاينين مجرمين ويجب محاسبتهم، والمحاسبه ديالهم والتصدي للمشاريع ديالهم اينما وجدوا. باش وبغيت ندير واحد الاشاره تخص النظام الرسمي، حتى هو ما يسمى، كاين واحد المصطلح مزيان هو تيسمى البصمه الايكولوجيه. اشنا هي في التعريف ديالها؟ البصمه الايكولوجيه هي ديك الحاجيات ديال اما انسان ولا مجموعه بشريه ولا مدينه ولا الانسانيه بشكل عام. نقدروا نتكلموا غير على انسان، نقدروا نتكلموا على مدينه، نقدروا نتكلموا على نكبروها على مستوى الكوكب. نور ديال الورزازات، محطه ديال الشمسيه، واللي السولات، وهذا غير لعلمكم ونتمنى الى باقي النقاش نقدروا نزيدوا نهضروا فيها اكثر، على 3000 مقطار، واتباع المقطار بالمترو، درهم بالمترو، درهم بالمترو باش تباع في المنطقه الارض. وشنو هادشي تيعني؟ تيعني استحواذ على الاراضي ديال الناس، ديال الفلاحين اللي تيستعملوها في الراعي، تيستعملوها وعاوتاني حتى هي مشروع خاص. كاين هاد المشاريع ديال المغرب الاخضر في المغرب حتى هي ملوثه للبيئه بشكل كبير، وكاين هذاك الشيء ديال البحر. نتمنى تكون لنا فرصه شويه في النقاش ونقدروا نعمقوا فيها في النقاش، على اساس ان واحد المشاريع ايضا ملوثه ومنبهه للبيئه وتخدم مصلحه خاصه ديال واحد الاقليه ديال البشر. وشكرا لكم. شكرا رفيق ربي الحفيظ على التوضيحات في العلاقه ديال الراسماليه بتدمير البيئه وتدمير وحده الانسان والطبيعه. غادي ننتقلوا مداخلة أخرى للرفيق المختار برضوان، سيتناول من خلالها محور نتائج كوب 21 ورهانات كوب 22. تفضل الأخ الرفيق برضوان. يعني متكامل مع المواضيع مداخلات الثقة. دونك سأختصر نظرا للوقت، نفتح النقاش بعد. دونك الموضوع ديالي هو بنية العرض. دونك ديما يعني غنطرح لكم العدالة المناخية. ثانيا هو مفاوضات اللي هي كانت يعني للمجتمع الأطراف السابقة. ثالثا التغيير المناخ يكون الترابط للطرق عليه الاصدقاء من قبلين، وكذلك لكوب 21 باريس معلومات عامه، السياق كذلك للمؤتمر قطر 21، اهداف مؤتمر قطر باريس يعني 21، ابرز مواضيع المفاوضات اللي هي دارت يعني بمؤتمر قطر باريس، اهم نتائج الافق من عوامل التغيير المناخ 21، وكذلك الافاق من تحليل الحياه
الديار المناخيه التشريف واحناش المؤتمر الاطراف الذي يجب ان يلعب مراكش الجويه وقاسم. كذلك السؤال نطرحه كذلك، هل من حلول بديله؟ وكذلك نشوف واحد المجموعه ديال المنظمات حتى اللي كانت هي حاولت انها باش تغير وتدخل يعني في المجموع ديال المنظمات الاطراف يعني من بدايه كوب واحد يعني في بيرلين 8 الى كوب 21 باريس، وكذلك الحملات المطر اللي هي يعني تهيئ راسها اللي تكون حاضره في مراكش من اجل الضغط على يعني الاطراف اللي غتشارك في المؤتمر يعني مراكش في خلال نهايه السنه. وحنا كان دونك بعد نكون وجيز دونك العداله المراقيه المسموم ديالها هو غالبا ما يطلع اعتراف المسؤوليه التاريخيه اللي الغرب الصناعي الغرب الذي المروج الذي تسبب في ظاهره الاحتباس الحراري. العداله المناخيه نعرفوا انه مفهوم داخل على الدول العربيه ومفهوم تقريبا اللي هو كاين في الدول الاوروبيه وكذلك في امريكا الشماليه. دونك مفهوم العداله المناخيه هو ضروري خصنا نفهموا انه ما مفهوم العداله المناخيه ونفهموا المفاهيم الاكثريه ونكونوا نجدوا يعني نحاولوا ننظموا لاجل يعني ها في المستقبل ونحققوا فيها واحد المجموعه ديال النتائج ونضغطوا على كامل جميع الدول اللي هي تتشارك واللي غالبا تتحكم في هذا الشيء ديال المفاوضات يعني ديال المؤتمر الاطراف خصوصا الحكومات وكذلك الغرب الصناعي الغرب المروج وكذلك القاده العسكريه خصوصا في الدول اللا ديمقراطيه. دونك بالنسبه للمفاوضات القيادات السياسيه اللي تمثل يعني اغلب دول ديال الجنوب واللي هي بعضها تحكم فيها تقريبا يعني الحكومات الغربيه والشركات متعدده الجنسيه والشركات كذلك والمؤسسات الماليه اللي تحكم اكثريا في المؤتمر ديال الاطراف. كذلك تنعرفوا ان التغيير ديال المناخ هو ضروري خص يكون بكفاح ديال الانسان من اجل يعني من اجل تغيير هذا المناخ اللي يؤدي الاساس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي من اجل ضمان الحياه ديال الاجيال يعني في اللاحقه وستخدم كذلك من اجل كذلك حتمت انه غادي يؤدي الى تغيير الانظمه السياسيه. دونك اللي طرقوا عليه الاخ الاخوان صاروا يعني وضحوا في هذا الرسم التفسيري. دونك تغيير المناخ هو تقريبا يعني التضخم وتغيير المناخ غالبا يؤدي الى تاثير على الصحه البشريه بسبب تكرار الصغير كذلك تهديد الانظمه البيولوجيه والتنوع الحيوي البيولوجي وكذلك دور الحياه سواء ديال النبات او ديال الماء او ديال واحد المجموعه ديال الانظمه. كذلك التغيير في الضغط المائي وانعدام النيل كذلك اللي تيسبب يعني الذوبان ديال الثلوج وزياده ديال الماء على السطح كذلك الفيضانات النيل ارتفاع مستوى البحر نتيجه يعني ذوبان الثلوج الجديد كان تزهور النوعيه وجوده ديال الهواء نتيجه يعني هذه الغازات يعني السامه كثاني اكسيد الكربون وثاني النيتروجين. كذلك الانتاج الزراعي والامن الغذائي نتيجه يعني ديال بعض الحلول البديله اللي تعترفها يعني الراسماليه الخضراء. دونك هذا رسم كبير كذلك هو اللي كذلك يعني تاثر على الصحه العامه. كاين يعني الاحتباس الحراري يؤثر كذلك على نظره المياه كذلك على التصحر كذلك على ديال تصدير الغابات كذلك ديال التصحر كذلك على يعني على الحيوانات البحريه كذلك على على ديال الديغراداسيون ديال لاكاليتي ديال البيئه كما ذكرنا وجود الغبار وكذلك على جوده الهواء. تفسير ظاهرة الاحتباس الحراري كاين واحد ثلاثة انواع ديال الاشعة الشمس. كاين الاشعة تنشوفو في رقم واحد هي الاشعة اللي تتنعكس على الغلاف الجوي وكاين يعني الاشعة الثانية وهي اللي تنقصها يعني الارض وكاين الاشعة الثالثة وهي هي تعكسها الطبقات يعني الطبقات اللي تتواجد فيها الغازات الدافئة كذلك اكسيد الكربون وكذلك اكسيد النيتروجين وكذلك الميثان وكذلك الازوت بالاضافه الى سي اف سي والكربون. دونك هاد الغازات هذه اللي هي
يعني سواء تقلصها او شيء العكسها تتعكسها الغازات يعني الغازات الدافئه او كاين بعض من الغازات اللي تتقلصها وتتعكس على سطح الارض كذلك تتعكسها او يعني الغازات الدافئه وترجع الارض هنا في سكنا يعني الاحتباس الحراري دونك هذا تفسير كذلك كيف تحدث الاحتباس الحراري كما ذكرنا قبيلا اشعه الشمس فيها يعني الاشعه على بدرجه 143 واط في المربع يعني من هذا هي تتوصل تتنقص يعني في الواطاج ديالها يعني الاشعه تكون من طبقه الجو الجوي تتوصل 240 واط في المربع كذلك كما توصل 460 كاين هنا تبان اشعه منعكسه اللي ذكر قبيله يعني في الرسم البياني هو المنعكس تقريبا على غلاف الاوزون كاين اللي تيعكسوا كذلك هذه الغازات السامه وهي اللي هي الاحتباس الحراري تكسب الارض اللي ترتفع حنا تكون ارتفاع درجه الحراره اللي تتسنى العوامل الكربونيه كما هو من الجليد اللي تؤدي كذلك الى ارتفاع نسبه المياه واللي تحدث بكتيريا الفيضانات دونك هذا هو التاثيرات اللي تيبان لنا تقريبا على ديال الاحتباس الحراري عندنا ذوبا الثلوج الجليد عندنا هنايا تغيير يعني في الدوره ديال الحياه ديال النبات كذلك هنايا تيبان لنا ارتفاع ديال التدفئه ديال الاطوار عندنا يعني تتزاد النسبه ديال الماء يعني في البحار نتيجه الذوبان الجليد اللي عندهم في الارتفاع عندنا تاثير على الحيوانات المرجانيه عندنا الصخور الثلوج عندنا العواصف الرعديه كذلك تغيير درجه الحرارة الاماكن ديالها وكذلك دوره الحياه ديالها عندك ارتفاع درجه الحراره كذلك والامواج الحراريه وعندنا كذلك الحرائق وانكسار الغابات دوك المعاينات بالنسبه اللي هي كانت تقريبا عندنا في حدود 2010 كيتبان ارتفاع درجه الحراره ما بين درجه ونصف الى قرابه 60 حتى الدرجات المئويه ارتفاع درجه الحراره الى عوامل بشريه يعني بدات منذ الثوره الصناعيه يعني 1950 زادت الحده ديالها في القرن العشرين كاين التقرير الرابع اللي هو 1900 ديال الفرق الحكومي حول الجهات المناخيه اللي تاكد انها المسؤوليه الانسان هو المسؤول على زياده الغازات الدافئه ولكن هذا تقريبا ما نتائج معينه ديال المؤتمر القطره اللي هي غنشوفها من بعد هي تقريبا معينه اللي تخدم يعني المؤسسات الحكوميه وهي تقريبا بعض الحاجات اللي هي يعني معاينات تقريبا هي خاطئه تبان لي تقريبا في هذا الرسم البياني تقريبا يعني النسبه ديال الغازات الدافئه ونقطه الاحتباس الحراري وبالنسبة كبيرة تلقاو يعني صناعة النفط تقريبا والغاز اللي هي ديال اللي هي 15% وكاين تولي الطاقة والإنتاج إنتاج الماء 35% دابا اللي هذا الرسم البياني هو ارتفاع درجة الحرارة اللي غادي في الجزائر تقريبا يعني من 0.7 دونك من 2000% إلى هنا تيبان لنا المعينة يعني تجربة معينة هذه مسؤولية الغازات الدافئة والغاز المسؤولية التاريخية يعني متباينة بين أمريكا والهند واستراليا والاتحاد وروسيا والبرازيل بالإضافة إلى العرب الاستقلالية جنوب أفريقيا يعني بناء مثلا يعني واحد التقنيات مثلا في بلاد ميناء كمثلا كليبيلي مثلا كمثلا ليزولاسيون فوني ديال الاحتباس الحراري كان ليزولاسيون تيرميك من أجل الاحتفاظ على الطاقة كاين لا سونتي كاين الشجر الدقيق كمثلا لا فوغي وهو بعض التدابير من اجل حمايه الحرائق هذه النتائج التكييف اللي هي تقريبا بالنسبه لفرنسا تعطي واحد 171 مليار اورو اللي هي الميزه اللي غتستافد منها تقريبا هو السوق المطروح على التوضيحات ما يتعلق بالكرونولوجيا او سيرورات كوب 21 حتى كوب 22 الان غادي حاولوا نقدموا واحد الشواهد تقديريه مجموعه ديالكم كنشكروا الساده الاساتذه الاجداء على هذا العرض كنشكروا الاخوات والاخوان على صمودهم معنا حتى لهذه اللحظه رغم الظرف اللي كنعيشوه سامر مباشره لتقديم الشواهد التقديريه للساده الاساتذه الذين ساهموا مع الهيئه المغربيه لحقوق الانسان في تهيئ تلميذات وتلاميذ حسان بن ثابت
بامتياز امتحانات البكالوريا.